لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. معايا شويه يا عم، جواز مش هتجوز، شيلني من دماغك يا حازم. يا حازم فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي، فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك يطلب منك طلب قد كده؟ هو تخلبي تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه يا ابو فاسد؟ الله يخليكي. بقول لك ايه، انت تتجوز البنت دي ولما تاخد الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي، البنت دي يا اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني، برضو تنفع في وقت زنقه. لو يا عادل، لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبقله وشه، خليه ما ينفعش. ده عيل مريض يا جدع، ده قال له واجب والله. بس انا رايح يا جماعه كده ادوا له فرصه. جاز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه؟ اعمى ما بيشوفش. ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالع من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعت، هفهمه غلطه ولو ما فهمش ننجحه في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه، الواد فهم غلط وخلاص، وعلى رأي المثل هزها احسن من غزها. والحمام زحمه قوي كده ولا ايه؟ ابويا وامي ضاغطين عليا ضغطه سودا قوي يا كابتن. لا وقال ايه؟ مفيش خطوبه، جواز على طول. ابوك بيصيح، عارف ان حازم ده لو في خطوبه مش هياخد في ايدك منت وهيوم. انا جربت معاه كل حاجه، واضح انه وتبت. اوعي تستسلمي وتخلي ابوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش انت جواز حربه، يعني لازم تكوني خف ريشه، لكن بقى جواز وحمل ورضاعه. لا 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 طبعا، مفيش الكلام ده. رضاعه ايه؟ انا قلت لهم ان انا رافضه موضوع الجواز ده تماما، بس هم مكشمين عليا شويه وهيفوق. الو، ايه؟ طيب طيب انا جايه حالا. في ايه؟ استني يا كابتن. بابا سلامتك، مالي يا دكتور؟ تعب وهو سايق العربيه. طب هو عنده ايه؟ مخبيش عليكي، القلب حالته مش ولا بد. قلب ليه؟ ده طول عمره راجل رياضي. هو في حد كبير على الموت؟ ياما ناس ماتت في الملاعب، وبعدين الموت علينا حق. فعل الله ولا فعلك، اعوذ بالله. يعني نسافر بره ولا نعمل ايه؟ لا لا ما وصلناش للمرحله دي، هو بس ياخد الادويه اللي انا كتبتها له، اهم حاجه الراحه ومفيش عصبيه. بابا الف سلامه عليك. يا سلام يا اختي، خايفه على ابوكي قوي؟ ايوه طبعا يا ماما، ليه بتقولي كده؟ بصي بقول لك ايه، لو ابوكي ده حصل له حاجه هيبقى زغمه في رقبتك. كفايه يا شهير. لا لازم تفهم وتعرف. رجع الماسكه في واد بلا التنفس يقف وتموت. يا ساتر، ايه لزوم الكلام ده يا ماما؟ انا عملت ايه؟ مش عارفه عملت ايه، من ساعه ما عرف ان انت رفضتي حازم وهو حالته النفسيه بقت زي الزفت، واكيد طبعا هو ده اللي مأثر عليه. قلت لك كفايه يا شهيره، دي حياتها وهي حره فيها. براحتك يا بنتي. لا يا بابا، وانا ما يدنيش زعلك. عمرك شفت ابي يسلم ابنه التسليمه اللي انا فيها دي؟ ما انت غريب قوي يا حازم، كل ما ابوك يقول لك اي حاجه كده لازم تسمعها على طول. كلكم الفضيحه اللي انا فتحتها لك يكون تاني. انا نفسي اعرف مين اللي عزم صحابي، انا فضحت بقى بجلاجل قدامك. مين اللي عمل كده رؤوف؟ رؤوف مين اللي عمل كده؟ ابوك قال لي وانا سمعت كلامه على طول، اعمل فيه اللي انت عايزه. الله يسهلك، الله يسهلك.
مبروك يا ولاد، ألف مبروك. كده برضو ما تخلونيش أجيب مطر في الفرح، ده أنا كنت ناوي أجيب لكم حماي أو العسيلي. ولزومه إيه عسيلي والحمائي؟ مع عصام كاريكا أهو. نهار اسود، هايدي ايه المفاجأة الفظيعة دي؟ هايدي شربت حاجة؟ هي جاية شربة جاهزة. كويس كفاية استعبطي يا حازم، كنت فاكرني مش هعرف؟ ما انت بتتجوز اهو، ام الليلة ما كنت بفتح لك موضوع الجواز كنت بتعملي فيها عبيط. هايدي انا داخل الجوازة دي مصلحة، ما تتكلم مرعوب. انت مش فاهمة حاجة، الجوازة دي كلها عوض، تعالي بره وانا اطلع لكم. مش همشي من هنا الا لما اعمل لك فضيحة. هتفضح لنا مش انت نيلة. هايدي انت عارفة انا داخل الجوازة دي؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ علشان ناخد توكيل فيرونيكا، ولو احنا خدنا توكيل فيرونيكا هايدي هتبقى ايه؟ ايه؟ هتبقى نجمة دعاية فيرونيكا. عرفتي؟ يعني لو انت فضحتينا لا هيبقى في دعاية ولا هيبقى في فيرونيكا ولا هيبقى في فلوس من اساسه. يلا بقى يلا تعالي خد اشربها اي حاجة سخنة. يلا نجمة نجمة فيرونيكا. ايوه الله يحرقها هبلك، الله يحرقك بجهاز. انت فين يا حازم؟ انت معروفة بابا. يلا عشان تلبس عروستك الشبكة. يا نهار اسود شكلها غالي قوي. 400,000 جنيه. خسارة فيهم. وجبتهم منين يا بابا في ظروفنا الحباب دي؟ اتصرفت، ما لازم نقدم مقامنا ولا عاوز ابوها يشك فينا. يلا 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 ما تفردي وشك شويه، العريس جاي. اهلا اهلا، اتفضلي يا عروسه تعالي عند العريس. اتفضلي. مبروك يا بطل. ايه ده؟ دي بجامة بيير كاردان. بجامة بيير كاردان؟ دي اخرها بجامة بالتوحيد والنور. يا قلبها يا حازم، دي خلاص بقت مراتك. الله ما تنساش احنا لسه ما خدناش القرض. اعمل معروف يا حازم، اعمل معروف. عاوزة بقى تبقى زوج مثالي، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. اقوم بواجبات الزوجية مع دي؟ دي عشان ابوسها لازم اضرب لها حبيتين هابي فيس. البس البيجامه واضرب دول. هو انا صايد اوكشن من جامعه الدول؟ انت المفروض ضربت دول النهارده، بكره هتنيل اعمل ايه؟ ولا يهمك، كان المعروف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. ايه ده؟ ايه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكم خضرا. فدلي عروسة ألف ألف مبروك. ليلي